أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل يجوز أن نطلق لفظ المسيحيين على النصارى؟ لا، إذا قلنا المسيحيين صار معناه أنهم تابعين للمسيح، وهم ليسوا تابعين للمسيح. كيف يكون تابعين للمسيح وهم يقولون المسيح ابن الله ثالث ثلاثة، والمسيح نفسه يقول: وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فلو كانوا مسيحيين لأخذوا بقول المسيح، عبدوا الله ولم يشركوا به شيئا، واعتقدوا أن المسيح عبد الله ورسوله. هم ليسوا مسيحيين، كفار. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذه أسئلة قد تكررت، وهذا أحدها: ثم إن الله سماهم النصارى فلا نسميهم بغير اسمهم، اليهود سماهم الله اليهود فلا نسميهم بغير اسمهم. نعم.